أهلا بكم من جديد مشاهدينا، أذكركم بسؤال حلقة اليوم من بورصة الرأي الذي يتمحور حول السياسة الخارجية السعودية. هل ينجح العاهل السعودي الملك سلمان في تنقية الأجواء العربية وتوحيد الصفوف؟ هذا السؤال سألناه إلى عينة من المواطنين في العاصمة السعودية الرياض، كانت أبرز الانطباعات أو الإجابات كالتالي. السعودية دائما هي تلعب الدور الرئيسي في حل المشاكل وتنقية الأجواء في الوطن العربي، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها ما كانت الأوضاع اللي كانت موجودة في مصر والآن الأوضاع اللي موجودة في اليمن. طبعا السياسة السعودية هلأ كتير قوية بتنقية الأجواء العربية، خصوصا أنه هلأ عم تشتغل على موضوع عم تساعد اليمن وعم تساعد الدول العربية في هذا في سياساتها وبحل مشاكلها. نعم تنجح السعودية، لأن السعودية طبعا دولة رائدة في الوطن العربي بحكمتها الرشيدة، طبعا بالملك سلمان، بيجمع دايما القضايا العربية، وهي لها يعني ثقل دايما هي ومصر. إذن كانت هذه آراء عينة من المواطنين في الرياض، وينضم إلينا الآن من عمان الإعلامي حازم المعموري، إعلامي عراقي. مرحبا بك حازم. إذن يعني بالنسبة إليك، اليوم يتم الحديث عن حلف سني للوقوف بوجه النفوذ الإيراني المتطور والممتد. من يقود هذا الحلف برأيك في حال أنشئ؟ على ما سيعتمد؟ على من سيعتمد؟ السعودية هي بالتأكيد هي صاحبة الثقل الأكبر، هي صاحبة النفوذ والحصن الأخير. أنا أتكلم كعراقي، صاحبة الحصن الأخير لنا كسنة للوطن العربي. السعودية لو أرادت أن تتدخل ويكون لها تدخل إيجابي سيكون لها تدخل إيجابي. شاهدنا قبل أيام كلمة الملك السعودي الجديد الملك سلمان، شاهدنا فيها تغير في بعض مفرداتها. ختم كلمته بالتكلم عن الدور السعودي في مهاجمة الإرهاب والتطرف العالمي، تكلم عن دعمه للإسلام الوسطي، تكلم عن بناء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف. أنا يهمني قضية الإسلام الوسطي وقتالة للتطرف، لم يتطرق في قتالة للتطرف. من المتطرف؟ احنا في العراق المتطرف عندنا عدة جهات، المتطرف هي داعش موجودة في مناطقنا تؤذينا تضربنا كإسلام وسطي، أيضا موجود المتطرفين الميليشيات المتطرفة التي تقتلنا أكثر من داعش. نحن واقعين بين سندانين، داعش والميليشيات. ما سمعت في كلمته أنه تكلم عن الميليشيات. يعني أوكي، ماذا عن المزاحمة التركية للدور السعودي على الساحة السنية في المنطقة؟ هل يمكن للعاهل سلمان أن يضخ دم جديد للعلاقات السعودية التركية؟ لماذا نسميها مزاحمة؟ هي ليست مزاحمة، هو هناك نوع من التنافس يعني لقيادة الحلف السني. أنا لا أراه تنافس، بالعكس، عند تولي الملك سلمان أول زيارة كانت رسمية وجميلة هي لأردوغان، كانت للملك سلمان ومباركة، وكانت مباحثات جيدة بينهما. لو تكامل التفاهم السعودي التركي على حماية المنطقة مع دور مصري لدعم الإسلام الوسطي، نحن كعراقيين من 2003 للآن نشكو من التدخل الإيراني الشديد، والإسلام الوسطي السني، خل أسميه السني، نحن كسنة مهمشون، ما أن دعم عربي منذ بداية 2003 إلى الآن. حاولوا دعمنا ب 2010 قليلا لكنها كانت باستحياء ولم يدعمونا جيدا. الآن بإمكان الأتراك لو أرادوا والسعوديون أن يتدخلوا في الشأن سيوقفوا المد الإيراني. قبل كم يوم سمعنا كلمة نائب الرئيس الإيراني يقول بغداد هي عاصمة الإمبراطورية الإيرانية، لكننا لا نسمع شيء في الإعلام الرسمي العربي ككل. طيب حسن، سأعود إليك. وتركيا
نعم عفوا على المقاطعة، سأعود إليك ولكن نستمع إلى وجهة نظر زياد أبو سلطان وهو مواطن عراقي مقيم في لندن. زياد، يعني حازم عول على الدور السعودي الممكن وربما المستقبلي في العراق، هل يعني تشاطره هذا الرأي؟ تحية طيبة لكم. لا شك، نعم بالضبط، انا يعني اؤيد كل كلمه قالها ضيفكم من العراق. ولا بد ان يعلم الجميع بان المملكه العربيه السعوديه هي بيضه قضبان في الوطن العربي، وهي تعمل منذ زمن بعيد على تسويه المشاكل في الحاضنه العربيه، وهي يعني حلت كثير من المشاكل. اليوم هي تعمل على يعني على توحيد الصف العربي، خاصة بعد التدخلات التي ذكرها ضيفكم من بغداد، التدخل الإيراني خاصة من خلال الميليشيات. ما الذي تفعله في العراق يعني للتصدي لهذا الوجود الإيراني المتعاصم مع الوقت؟ أنا أرى أن هناك تقارب وجهات نظر ما بين المملكة العربية السعودية وما بين تركيا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع التركي عندما حضر إلى العراق وقال يعني بفم مليان بأنه سوف يعني القوات التركية تتدخل في الحرب القادمة في محافظة الموصل، وهذا ما يعنيه بأنه هناك يعني ما مثل ما يعني وجهة نظر أخرى مقابلة لوجهة النظر الإيرانية في تدخل السافر في العراق. لذلك أنا أجد بأن في المستقبل القريب سوف تكون هناك توازن بالقوة داخل العراق، ومع الأسف الخاسر الوحيد هو الشعب العراقي من كل هذه التقاربات. نعم، ابقى معنا وبعد مشاركاتكم مشاهدينا الآن عبر فيسبوك وتويتر. معتز خليل: سياسات الأمن القومي للدول لا تتغير بين يومة وليلة، والسعودية فعلا تمر بفترة صعبة ولكن لا تستطيع أن تخسر مصر بسهولة، والوضع داخل مصر شائك جدا. شيماء العتيبي: الخطوة الأولى التي قام بها الملك سلمان كانت وضع العلاقات الخليجية فوق كل اعتبار، وهذه خطوة جيدة تنبئ عن مسار متزن للسياسة الخارجية. محمد يعتبر أنه من الواضح أن سياسة الملك سلمان تختلف عن سياسة الملك عبد الله، وأن تركيا ستكون أقرب للمملكة العربية السعودية من مصر. وأعود إلى حازم المعموري. حازم، يعني بما أن تركيا ملف يدخل على الخط وبقوة، ويعني سمعنا منك ومن المتصل عن هذا التعويل على الدور التركي والتقارب التركي السعودي، ولكن تركيا ربما يعني تختلف مع السعودية بالنسبة للملف الإيراني باعتبار أن تركيا حريصة على علاقاتها مع إيران حتى الآن. بالتأكيد، أنا بس أحب أعلق على التعليق الأخير اللي كان في مصر. أنا أتفق معه. المشكلة في الدور التركي والسعودي حسب وجهة نظري أنه مرهون بالقرار الأمريكي، والقرار الأمريكي في العراق بالذات غير صريح. يعني لحد الآن لا نعرف القرار الأمريكي هل هو ضد داعش، ضد الميليشيات، مع داعش، مع الميليشيات. قراره نوعا ما باستحياء، ماكو قرار صريح. الإيران قرارها صريح في التدخل العراقي، قرارها صريح في التدخل في اليمن، وشاهدنا عاصمة اليمن تسقط بيد الحوثيين، قرارها صريح في التدخل في سوريا، قرارها صريح في التدخل في لبنان. القرار السعودي التركي لو اتفق وكان صريحا ولم ينتظر القرار السعودي سيكون له تأثير كبير في المنطقة. السعودية وتركيا هم أكبر اقتصادين في المنطقة حاليا. احنا شاهدنا الآن السعودية فقط هي رفضت أن تقلل من إنتاجها النفطي، أثرت على الاقتصاد العراقي وعلى الاقتصاد الإيراني، هذا فقط بسياسة اقتصادية، فيما لو كانت سياسة تدخل دعم الطرف السياسي السني في العراق، لدينا ممثلين سنة في العراق لو دعمتهم السعودية. لكن هذا لا يؤدي إلى تأجيج الطائفية في العراق؟ لماذا نسميها طائفية؟ هي واقع حال، هي واقع حال. العراق مقسوم بين كردي سني شيعي. يعني فتح الجبهة المباشرة من خلال تواجد إيراني سعودي يتصدى كل للآخر، ألا يعني يسبب هذا بمزيد من التفتيت للعراق؟
أنا ما أطلب مواجهة بين السعودية وإيران، بين نعم، تركيا ولكن وإيران، من لا، خلال أنا يعني أطياف هذين البلدين. دعم جهة سياسية ممثلة في البرلمان، وهي تعمل مع الطرف الشيعي الموجود في داخل أيضا قبة البرلمان وداخل الحكومة العراقية، لكن هذا الطرف الشيعي هو أقوى من الطرف السني باعتبار أن هناك له دول وليس دولة واحدة، إيران داعمة له، سوريا داعمة له كممثل سياسي، لبنان داعمة له، كثير من الدول تدعم الطرف مقابل الطرف الآخر ما إلى أي دولة داعمة، فقط دولة داعمة نريد بتصريحات، بدعم اقتصادي، بفتح سفارات، تأييد الممثلين السنة، الضغط على الجانب السياسي العراقي الثاني أن هناك جهة ممثلة من سنة العراق هم مضطهدون، شاهدنا قبل كم يوم نعم. هناك دعم من رئيس برلمان سني عراقي للحشد الشعبي، لكن في الختام بعد أن انتصر الحشد الشعبي شاهدنا بعض الحرائق في كثير من المناطق العراقيه، بدا الحشد في بعض افراد الحشد يحرقون المنازل السنيه في تلك المناطق، هذه الامور نريدها ان تنتهي، فيما لو تدخلت بصريح العباره تركيا والسعوديه تدخل واضح وصريح دون اي خشيه سيكون هناك توازن للقوى في المنطقه، وستعود السعوديه هي الرائده في المنطقه مع الدور التركي والدور السعودي. ابقى معي حاسم المعموري وأعود إلى زياد أبو سلطان. زياد، يعني نتحدث عن إمكانية تدخل مباشر للسعودية في العراق، هل تعتبر أن ذلك يمكن أن يحل شيء ما، أو ربما قد يعرقل المسألة أكثر مما هي معقدة ويزيد من الاحتقان ومن التفتت في الداخل العراقي؟ زياد، هل أنت معي؟ طيب سأعود إلى حازم المعموري الآن، أو ربما إلى بعض المشاركات قبلها عبر فيسبوك وتويتر. محمد عبر تويتر: من الواضح أن سياسة الملك سلمان تختلف عن سياسة الملك عبد الله، وأن تركيا ستكون أقرب للمملكة العربية السعودية من مصر، إذن هذه قرأناها سابقا. محمد: من المعروف عن السياسة والمصالح السعودية أنها ثابتة لا تتغير، لهذا لا يجب أن نمني النفس بأشياء لن تتحقق. ونعود إلى زياد. زياد لأطنك، نعم، إذن يعني بالنسبة إليك، هل يجب التدخل السعودي المباشر اليوم في الداخل العراقي لمجابهة إيران والوقوف إلى جانب السنة في هذا البلد كما يطالب البعض؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوضح للأخ حازم معموري بأنه القرار الأمريكي هو مع مصلحتهم، يعني الأمريكان مع من؟ مع داعش أم مع الحكومة أم مع الميليشيات؟ الأمريكا مع مصالحها، أين تجد مصالحها تكون معها، هذه نقطة. النقطة أو الجواب على تساؤلك، أنا من المؤيدين بالتدخل العربي في العراق، يعني هو الابتعاد عن التدخل العربي. كيف يعني تدخل عربي؟ كيف تدخل عربي عسكري؟ عسكري، اي، وهذا بوادر موجوده، بوادر موجوده من خلال التصريحات الكثيره للكثير من القاده في الوطن العربي بانه يجب ان يكون هناك جيش عربي موحد، نواته درع الجزيره الموجود حاليا واللي على تهدئة الوضع في البحرين وفي مناطق كثيرة. أنا أجد بأنه التدخل العربي العسكري أفضل من التدخل التركي والإيراني والأمريكي وأي تدخل أجنبي آخر. هذا بمصالح كثيرة. شكرا. أولاً عفوا على المقاطعة لضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر. زياد أبو سلطان، مواطن عراقي، كنت معنا من لندن.